بسم الله الرحمن الرحيم. تريد أن تشتري دارا، تريد أن تشتري عمارة، تريد أن تشتري سيارة، هل تهتم بصلابة وقوة ذلك الشيء أم تهتم بجماله؟ الجواب واضح، تهتم بالاثنين. تريد أن تكون دارك قوية جميلة، تريد أن تكون سيارتك صلبة رائعة. في المجال الخاص الشخصي كل منا يهتم بهذين الجانبين، القوة والجمال. لا أريد أن أوصيكم بذلك، البشر بدون توصية في هذا المجال يمشي. أما في القضايا التي ترتبط بالدين، هل الدين الذي نعرضه للناس شيء قوي رائع أم لا؟ هو الدين قوي جدا، رائع جدا، من قوة هذا الدين أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوا أمورا لا يمكن لأحد أن يعرف تلك الأمور إلا بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، غير ممكن. قبل الأجهزة تحدثوا عن شيء ما كشفته الأجهزة، قبل المختبرات تحدثوا عن شيء لا يمكن أن يصل البشر إليها إلا بالمختبرات. القوة لا نظير لها، الروعة لا نظير لها. خذ فقط نهج البلاغة تعرف روعة الإسلام. الإسلام دين قوي رائع، ولكن عرضنا لهذا الإسلام قوي رائع أم لا؟ المراكز الدينية الإسلامية قوية رائعة أم لا؟ مساجدنا قوية رائعة في مظهرها في بنائها أم لا؟ حسينياتنا قوية رائعة أم لا؟ خطباؤنا أقوياء رائعون أم لا؟ لا أقصد مظاهرهم، أقصد كلامهم، عرضهم للدين عرض قوي رائع أم لا؟ أحياناً العرض يكون ضعيفاً، أحياناً العرض يكون قوياً ولكنه من دون جمال. هذه اللقطات التي تكون من ثواني أو من دقائق، الأفلام التي نصنعها الدينية، لقطة عن زيارة الأربعين، لقطة عن حج بيت الله الحرام، لقطة عن خطيب يتحدث، لقطة عن مؤمن يساعد يتيما، هذه الأمور التي تكون في عالم الإعلام تكون قوية رائعة أم لا؟ كل في مجاله ليسأل من نفسه، أنا هل اهتمامي كان بقوة الشيء الذي أعطيه للناس وبروعته أم لا؟ ديننا قوي رائع، يلزم أن نكون أقوياء رائعين.